الذي يسمى بالLBU وهو قانون رعاية الأحداث. فبموجب هذا القانون يتم إسكان الطفل أو إيواؤه في مكان آخر ضد إرادة الوالدين أو أولياء الأمر. وهذا القانون هو غير قانون الخدمات الاجتماعية، ليس الأول القانون الأول، فهو يكون يعني مساعدة حسب الطلب وحسب الإمكانيات. وعندما يكون هناك يعني خطورة على الطفل أو خطورة على الشاب أو الزوجة أو من هذا القبيل، فيتم أخذهم تحت مظلة هذا القانون الذي يسمى هو LBU. ولكنهما يستخدمان معا كل الرعاية التي تعطى للطفل، يجب أن تكون بالدرجة الأولى ضمن إطار قانون الخدمات الاجتماعية. وإذا كان الوالدان والطفل أو الطفل وحده يعارضون تلك الرعاية، فإنها تصبح أمرا واردا حسب قانون رعاية الأحداث. يمكن وضع الطفل دون 18 سنة تحت الرعاية القسرية، أو يعطى الرعاية دون موافقة لسببين. أولا، وجود نواقص في الرعاية أو ظروف سيئة في البيت مثل الاضطهاد والتهديد والعنف، أو أن يقوم الشاب بإيذاء نفسه بطريقة ما مثل الإدمان أو الإجرام أو تصرف آخر محطم له. فهذه القوانين كلها تنطلق من النص القانوني السويدي حول حقوق الطفل. فلكل طفل حق يجب أن يكون في حضانة شخص بالغ. كل طفل دون سن 18 يجب أن يكون في حضانة شخص بالغ أو شخصين بالغين، وغالبا ما تكون الحضانة بيد أبوي الطفل أو أحدهما. وتستوجب حضانة الطفل واجبات محددة، منها على سبيل المثال ضمان الرعاية والأمان والتربية التي يحتاجها الطفل، وكذلك ضمان عدم تعرضه للخطر. ومن واجبات وحقوق الحاضن أيضا اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور الشخصية ذات الأهمية بالنسبة للطفل كالتعليم مثلا. وكلما تقدم الطفل في العمر ازداد حجم الأخذ في الاعتبار لرغباته. من حق الطفل أن يحصل على الرعاية والأمان والتربية الجيدة كما هو الشأن للكبار. ومن حق الوالدين أن يقررا بعض الأمور التي تخص الطفل، ومن واجباتهما حماية الطفل من الضرر وتعليمه التمييز بين الصواب والخطأ. الأطفال الصغار لا يدركون دائما مصلحتهم، فيكون من واجب الوالدين عندئذ اتخاذ القرار. ولكن كلما كبر الطفل ازدادت قدرته الشخصية على التحدث عما يريد، وعندما يبلغ السن 18 يصبح بالغا فيقرر في كل ما يخصه بنفسه. قد تختلف الآراء من أسرة لأخرى فيما هو ملائم للطفل أن يتخذ فيه قرارا. يمكن لبعض الأطفال البقاء خارج البيت مثلا مدة متأخرة بالليل، وفي عائلات أخرى يجب على البعض دائما القيام بواجباتهم الدراسية. وفي حين أنه يجب على آخرين الرجوع إلى البيت مبكرا. فهذه كلها تختلف حسب العائلة، ولكن الأمور ما دام الأطفال عند عائلتهم فالعائلة هي المسؤولة عن تسيير أمورهم بطريقة جيدة مناسبة إلى القوانين الموجودة في هذه البلاد. وعندي هنا يعني قائمة لبعض الحالات التي عرضت في سنة 2012، وهذا يبين بلاغة يعني المشاكل التي وصل إليها الشباب والأسر ذوي الجذور الأجنبية. فعلى صعيد ستوكهولم فأصل تقريبا يوجد 10877 حالة في مدينة ستوكهولم فقط. وعلى الصعيد السويد ووصلت إلى 57,000 حالة. فهذا يبين يعني مدى استفحال هذه الظاهرة، وهذا راجع أولا
أخيرا إلى تقصير سيرنا اتجاه أسرنا واتجاه أبنائنا، وكذلك يستفحل ويزداد استحالا بالتدخل بعض المؤسسات التي لها رأي ورؤية مخالفة لرؤيتنا في التربية والرعاية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم.